السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء التشادية ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية، والتي نبدأها بقراءة هذه المراسيم الذي وصلتنا على التو. مرسوم رقم 1338 باقتراح وزير المالية والميزانية يرسم بما يلي: المادة الأولى، تم تعيين أشخاص الأتية أسماؤهم في مناصب مسؤولية التالية: الإدارة العامة للوزارة، إدارة المراقبة المالية، المراقب المالي النائب يحيى علي حسن خلفا للسيد آدم تيمان جيم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. إدارة نظم المعلوماتية، المدير أحمد عبد الرحمن، المدير النائب محمد نور شلتود. إدارة الشؤون القانونية، المدير الدكتور عثمان حزيبي، المدير النائب محمد إسحاق هارون. خلية التفكير والإصلاحات، المنسق أبو بكر مالومجوني، المنسق النائب بنوجي فولونتين. خلية الإعلام، رئيس الخلية كاياي آدم أبو بكر، نائب رئيس الخلية بيخوبو أندريه. خلية الدعم جباية الضرائب، قوات دعم جباية الضرائب، المنسق العقيد عثمان آدم ديكي. السكرتارية الفنية لخطة العمل من أجل تحديث إدارة المالية العامة، المنسق عمر عثمان إبراهيم، نائب المنسق أبو بكر صالح زين. إدارة مركزية المشتريات المجمعة، المدير سليمان أبو بكر عبد الرحمن. إدارة الموارد البشرية، المدير محمد أحمد عيسى. المفتشية العامة للمالية، مفتشي المالية أنجر نيمال مورنكيمبنغار، محمد نور أنجاري، دالا تشمبي، نانتو أنجار كابو أنجارو، عوض حسين محمد، عبد الرحمن إسماعيل سيبرو، شريف مصطفى محمد زين. موجودي جيميس أنجار. الإدارة العامة للميزانية، إدارة الدراسات والتقديرات، المدير صالح إدريس جوكوني. إدارة إعداد ومتابعة الميزانية، المدير أحمد جاورو، المدير النائب محمد جوجة صالح. إدارة الاستثمارات، المدير أبو بكر دونغوس. إدارة الرواتب، المدير محمد عبد الرحمن عمر، المدير النائب السيدة أمبايساني المولودة ترومانتا أنغرباي. الصندوق الوطني للمتقاعدين، المدير أحمد مصطفى محمد، المدير النائب فاطمة إبراهيم ناكور، المحاسب زحل أحمد حسين. المادة الثانية، على وزير المالية والميزانية تطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كل الترتيبات السابقة المغايرة ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا في 25 مايو 2018، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رقم 1339 باقتراح من وزير المالية والميزانية يرسم بما يلي: المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية: الإدارة العامة للضرائب، إدارة الشركات الكبرى، المديرة السيدة حاجة زهراء الجداي، المدير النائب أحمد جنجوندا. إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، المدير فلافين ألي توبيو، المدير النائب إدريس حسن سيدي سجومي. إدارة البحث والتحقيق، المديرة رحاب محمد علي، المدير النائب كرم أصيل دقاش. إدارة الدراسات والتشريعات والمنازعات، المدير آدم محمد حسن، المدير النائب كين باه بنجامين. الإدارة العامة للملكية، إدارة الملكيات والحفاظ العقاري والضريبة العقارية، المدير أبو بكر صديق، المدير النائب حسن محمد حران. إدارة التسجيل والدمغة، المدير أمادي تايرو إيسا، المدير النائب إبراهيم محمد أجيد. مكتب الإدارة وتحصيل الممتلكات المقبوضة والمحجوزة، المقبوضة والمحجوزة، رئيس المكتب محمد حسين مدني حسن. إدارة العامة للخزينة والمحاسبة، إدارة المحاسبة العامة، المدير محمد حسن كوجي. إدارة الديون، المدير جيمي عبد الله إنغرمي، المدير النائب أدمو صالح. إدارة الشؤون المالية والنقدية والإشراف على المؤسسات المالية الصغيرة، المدير موسى كويسيمي داود، المدير النائب محمد كبير عبد الله. الإدارة الوطنية للتأمينات، المدير محمد إبراهيم كوسي، المدير النائب بشير شيقي أجي. الخزينة والصرافة العامة، أمين الخزينة والصرافة العامة سليمان آدم هارون، وكيل مفوض الأول عبد المجيد لاغري أحمد.
وكيل مفوض ثاني محمد صالح نور. الإدارة العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة والمنازعات، إدارة الدراسات والتشريعات الجمركية المدير يونس حسين، المدير النائب ألي مالا، إدارة المراقبة ومكافحة التهريب المدير موسى علي دوغورو، المدير النائب عبد الرحمن توم حامد، إدارة جمركة المواشي المدير إبراهيم جاموس، المدير النائب مبارك موسى، إدارة المحاسبة والإحصاء التجارة الخارجية المدير بلالاء جبا، المدير النائب إدريس جيبيا. المادة الثانية على وزير المالية والميزانية تطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كافة كل الترتيبات السابقة المغايرة ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية انجمينا في 25 مايو 2018 توقيع إدريس ديبي إتنور. مرسوم رقم 1340 باقتراح من وزير المالية والميزانية. المادة الأولى تم تعيين الأشخاص الآتية أسماعهم في مناصب المسؤولية التالية في الخزائن الإقليمية: الخزينة الإقليمية لأبشة أمين الخزينة الإقليمية بوبول ويدو، الخزينة الإقليمية لأم جرس أمين الخزينة الإقليمية أبكر إدريس، الخزينة الإقليمية لأم التيمان أمين الخزينة الإقليمية عمر مسار أبرص، الخزينة الإقليمية لآتية أمين الخزينة الإقليمية الأمين علي سليمان، الخزينة الإقليمية لبرداي أمين الخزينة الإقليمية أبكر محمد يحيى، الخزينة الإقليمية لبلتن أمين الخزينة الإقليمية مختار ألي ألفاي، خزينة الإقليمية لبول أمين الخزينة الإقليمية كلاماجيباي مرباي، الخزينة الإقليمية لبونغور أمين الخزينة الإقليمية أبكر بوغودي ملا، الخزينة الإقليمية لدوبا أمين الخزينة الإقليمية محمد نور علي جداي، الخزينة الإقليمية لفدا أمين الخزينة الإقليمية محمد مصطفى محمد، الخزينة الإقليمية لفايا أمين الخزينة الإقليمية ذهني إيسا قلماي، الخزينة الإقليمية لقوس بيضاء أمين الخزينة الإقليمية أحمد محمد جاموس، الخزينة الإقليمية لكمرة أمين الخزينة الإقليمية حجار آدم حجار، الخزينة الإقليمية للاي أمين الخزينة الإقليمية علي أبو كرة، الخزينة الإقليمية لماو أمين الخزينة الإقليمية محمد حسن سجي، الخزينة الإقليمية لموندو أمين الخزينة الإقليمية أرسين جيميانغار، الخزينة الإقليمية لمساكوري أمين الخزينة الإقليمية محمد وردوغو أرامي، الخزينة الإقليمية لمسينيا أمين الخزينة الإقليمية حبيب دونغوس، الخزينة الإقليمية لمونغو أمين الخزينة الإقليمية عثمان حامد عبد الرحمن، الخزينة الإقليمية لموسورو أمين الخزينة الإقليمية لوغوميت جوغولاي، الخزينة الإقليمية لبالا أمين الخزينة الإقليمية عبد الناصر محمد نصر، الخزينة الإقليمية لصار أمين الخزينة الإقليمية نيلوم أمبينغانتا. المادة الثانية تم حذف مناصب الوكلاء المفوضين في الخزينة الإقليمية. المادة الثالثة على وزير المالية والميزانية تطبيق هذا المرسوم الذي يلقي كل الترتيبات السابقة المغيرة ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. قدم صباح اليوم وزير التربية الوطنية أبو بكر صديق شروما بمكتبه بيانا حول التوجيهات الجديدة التي خلص بها المنتدى الوطني الشامل حول إصلاح المؤسسي في قطاع التربوي. نتابع ما جاء في بيان وزير التربية الوطنية. منذ تولي وزارة التعليم أدركنا أن هناك مشاكل أو صعوبات كبيرة في تعاني منها وزارة التربية الوطنية، خاصة هذه المسائل تتعلق بإدارة الموارد البشرية. نأخذ مثل مدينة جمينة فقط، هناك 15,000 معلم لمدينة جمينة في المستوى الابتدائي، غالبيتهم في المدن، يعني هذه نسبة كبيرة جدا من المدرسين موجودين فقط في مدينة جمينة، بينما القرى والأرياف لا يوجد فيها معلم. هذه النسبة أيضا نفسها في المدن الكبيرة الأخرى في تشاد، غالبية المدرسين يتركزون في المناطق الحضرية والريف والمناطق التي حولها يقل فيها المدرسين. هناك أيضا مشكلة في إدارة هذه الموارد، الكثير من المدرسين
ينقلون إلى مدارس خاصة، في حين أن المدارس العامة لا يوجد فيها عدد كافي من المدرسين. أيضا هذه المسألة يجب أن يوضع لها حد، والوزارة من هنا فصائبا لا توافق، بل لا ترفض بشدة مثل هذه التصرفات، بل تعاقب كل مسؤول ينقل مدرس إلى مدرسة خاصة دون المدارس التي لها اتفاقيات مع الوزارة، ومن حق الوزارة أن تنقل إليها ما تستطيع من مدرسين إلى هذه المدارس. إذن يجب علينا إعادة كل هؤلاء المدرسين إلى الحكومة، وتوجيههم توجيه جديد إلى المدارس الحكومية. نحن لسنا ضد المدارس الخاصة، المدارس الخاصة لديها مجهود كبير في دعم المؤسسات التعليمية أو التعليم بصورة عامة، لكن الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية يجب أن تستخدم استخداما أمثل. ترأست صباح اليوم وزيرة التنمية السياحية والثقافة السيدة أرجون جلال خليل، ترأست اجتماع المجلس الإداري لإدارة دار الثقافة التشادية بحضور منسق الإدارة. تقرير الزميل آدم حسن المكاوي. ناقش الحضور 5 نقاط أساسية خلال الدورة الأولى العادية للمجلس الإداري لدار التراث الثقافي الوطني. هذا وقد ورد في أجندة الاجتماع مناقشة واعتماد الميزانية والخطة العملية، وأيضا دراسة واعتماد القرارات التي تحدد تنظيم العمل وتسيير المنسقية وكذا الإدارة الفنية، إلى جانب الحالة العمالية إضافة إلى المتفرقات. وبعد دراسة كل الملفات التي تم عرضها أمام وزيرة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية أرجون جلال خليل، والتي وصفت الملفات المدروسة بأنها في غاية الأهمية لطالما استخدمت بالطريقة الصحيحة، سيساعد في إبراز الثقافة التشادية، مضيفة بأن الوزارة ستقف بجانب الإدارة، وذلك عن طريق دعم الإدارة والسعي إلى بلوغ أهدافها المرسومة، علما بأن إدارة الثقافة والتراث التشادي تم تكوينها منذ شهر سبتمبر للعام 2016 بعد دمج كل من المتحف الوطني والمكتبة التشادية لحق المؤلف، وأيضا المركز الوطني للقراءة وتنشيط الثقافة. إذن هذا تقرير زميل عباس بكر مصطفى وليس حسن المكاوي. بمناسبة يوم إفريقيا الذي يصادف 25 من مايو من كل عام، فقد نظم صباح اليوم مكتب الربط الاتحاد الإفريقي في تشاد بتعاون مع مجموعة السفراء الأفارقة لدى البلاد مؤتمر نقاش حول منطقة التجارة الحرة القارية، كان ذلك بحضور عدد من السفراء الأفارقة في تشاد. تقرير محمود حسن صبو. على ضوء يوم إفريقيا وضمن رؤيتها المستقبلية بحلول عام 2063 المنبثقة للقمة غير العادية للاتحاد الإفريقي التي عقدت في كيغالي العاصمة الرواندية في شهر مارس 2018 والتي أوصت بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، فقد أقدم مكتب الربط للاتحاد الإفريقي في تشاد على تنظيم هذا المؤتمر النقاشي تحت عنوان ما هي الرهانات والتحديات والآفاق. لذلك فقد قدمت هذه المحاضرة من قبل المختص الاقتصادي غيال بيه ماناسي من أجل توضيح هذه المبادرة الإفريقية التي تهدف إلى بناء إفريقيا متكاملة ومسالمة ومزدهرة بقيادة أبنائها كي تمثل قوى ديناميكية في الساحة الدولية، لأن تنظيم هذا المؤتمر يندرج ضمن نشاطات الاتحاد المتعلقة بتعوية المشاركين حول ضرورة تهيئة الشروط اللازمة من أجل تنفيذ هذه المنطقة في يناير عام 2019، بحيث أن هذه الرؤية الإفريقية تهدف أيضا إلى إنشاء سوق مشتركة ل 1.2 مليار نسمة من السكان الأفارقة. أسئلة استفسارية قدمت للمحاضر من قبل المشاركين حول إمكانية تنفيذ هذه المنطقة على أرض الواقع، خصوصا أن الدول التي وقعت على الاتفاقية في رواندا كان عددها 44 دولة إفريقية، في حين أن القارة الإفريقية تضم 55 دولة. في رده المحاضر أكد للمشاركين بأن الاتحاد الإفريقي يعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ هذه المنطقة على أرض الواقع. قدمت صباح اليوم عمدة بلدية أنجمان حديثا صحفيا حول منع بيع الأشوائي للوقود المنتشر على طول شوارع العاصمة أنجمان.
في نجمينا في كل الشوارع الناس قاعد بيبيعوا الكربيران، بيبيعوا الكربيران في الشوارع، وبيع الكربيران ده ما نورمال، وناس اللي بيساوقوا الكربيران دول ده هم أوين وإيال إيال صغار، ونقولوا الكربيران ده هو شيء خطير مرة واحد عشان بقوم نار وباكل البكان. والبلدية هنا تنجمينا شالت قرار لأي نادم ما يساوي الكربيران ده برا من الاستاسيون سيرفيس، لكن أي نادم عنده كربيران في جيلون ولا في قزازة أنا نسوينا انتردي، ومن زمان كله انتردي. دونك لكلام سيكوريتي هنا الشعب ده أين ما نخصده كربيران بكان ما نعرفه ويجوا يبقوا لنا في لب بنجمينا بأرخص ثمن ده لابد شيء ورايا فيه. وهذا الكربيران ده اللي كان سبيته في وتيرك ولا سبيته في موتو حقك ده جاي بتلفه ناس كتير ودوا وتايرهم وموتياتهم في الجراش وقالوا لهم البان ده من الكربيران سبيته. وأننا نقول البوليس ناسيونال والجندرميري والبوليس مينيسيبال بيقوموا بكامل مهمتهم، ولا شيء الميري شال قرار ده يتطبخ، واي واحد لقيه ببيدونا ولا بغزاز حقه قاعد ببي في الشارع غازوال ولا ايسانس هيشيل مسؤوليته. عقد صباح اليوم رئيس كتلة المعارضة السياسية صالح كبزابو مؤتمرا صحفيا بهدف شرح نتائج لقائه مع فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا اعترافه الصريح بالجمهورية الرابعة التي وافق عليها الشعب التشادي. جرت المناسبة بمقر حزب الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والتجديد ياندير. تقرير آدم حنفي. يأتي هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس كتلة المعارضة السياسية صالح كبزابو في نشاطه السياسي الذي اجتمع فيه مع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في 16 من شهر مايو لعام 2018. المؤتمر يهدف إلى شرح النقاط التي تحدث فيها مع رئيس الجمهورية والتي جلها تتعلق بتنمية الوطن وتكوين المواطن التشادي، وذلك بعدما لاحظ رئيس الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد صالح كبزابو مؤكدا بأن المواقف القديمة بين كل الأحزاب لم تدعم روح الجمهورية وليس فيها أي نتيجة تهدف إلى تنمية البلاد، وذلك نظرا للأحداث السياسية السابقة. وقال أن الحزب يسعى من أجل خدمة الوطن في إطار الجمهورية الرابعة التي اعتمدها البرلمان التشادي، موضحا أن لقائه مع رئيس الجمهورية جاء طبقا للقانون رقم 20 الصادر في عام 2009 والذي يسمح بإجراء مقابلات مع رئيس الجمهورية. وأخيرا أكد خلال لقائه مع مختلف ممثلي وسائل الإعلام إن حزب الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والتجديد أنه مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية حين أوانها. قدم صباح اليوم عمدة الدائرة الثالثة بحملة توعوية حول أهمية دفع ضرائب الدولة، كان ذلك بتعاون مع الإدارة العامة للضرائب. تقرير محمد صالح الحسين. من أجل تقوية الاقتصاد الوطني وتوفير العائدات المالية نظمت بلدية الدائرة الثالثة حملة توعوية لصالح سكان الدائرة حول أهمية دفع الضرائب التي تساعد في جمع الموارد المالية لبلدية أنجمينة، وذلك بدعم من مشروع كروزيت الذي قام بحملات توعوية مماثلة شملت عدد من دوائر العاصمة. بدأت المناسبة بمسرحية قدمتها فرقة حاضر دنيا تحث المواطنين على دفع الضرائب، ومن ثم كلمة ممثل عمدة الدائرة الثالثة دوغي داكوجي جويل والذي قال فيها إن المواطنين تقاعصوا في دفع الضرائب ومستلزمات البلدية الشهرية والسنوية، وناشد العمدة سكان الدائرة بأجمعهم بضرورة تذليل العقبات أمام المكلفين بجمع الإيرادات المالية. وبعد ذلك تحدثت ممثلة مركز التفكير والتوجيه لتقوية الاقتصاد التشادي المعروف إيكروزيت، والتي قالت إن المواطنين ينبغي عليهم معرفة أهمية دفع المساهمة الفعلية في تطوير القطاعات الإدارية عبر دفع الضرائب، علما بأن هذه الحملة التوعوية كانت بالتنسيق مع الإدارة العامة للضرائب وبتمويل من السفارة الفرنسية لدى البلاد عبر مشروع كروزيت.
بحضور حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح تم صباح اليوم التوقيع لاتفاقية تعاون مع منظمة باك و SID الأمريكية لصالح سكان إقليم البحيرة. تقرير عبد الرحمن آدم رحمة. $555 مليون من الفرنكات الإفريقية هي القيمة الإجمالية لعملية اتفاقية التعاون بين منظمة باك وبدعم من USAID، وذلك بهدف دعم الخطوة التنموية بإقليم البحيرة. هذا ما أكده عمدة مدينة دول أحمد أبكر عبد الله، حيث تنص الاتفاقية إلى استخراج 20,000 وثيقة شهادة ميلاد لسكان مدينة بول، مع ترميم وتعديل كل من ثانوية مدينة لوا وبغاسولا، فضلا عن إعادة بناء مقر المحافظ بمدينة بول. هذا ما أكده ممثل منظمة باك الأمريكية أوليفييه جيرار. وقد أشاد حاكم إقليم البحيرة محمد أبا علي صلاح ووصف هذه البادرة بالإيجابية تحقيقا لأناصر الخطوة التنموية داخل إقليم البحيرة. من شهرين لمالهين أنا شخصيا كلمت الكل بارتنير، وريت التعب هنا لكتشاد، تعب هنا شعب هنا البول، وهنا لك كل الشيء المهم ده التنمية. التنمية ده يقدر ينقصل بوكو حرام، يقدر ينقصل انسكريتي، ينقل كل شيء. كان يالنا قدر قرو ايكول بنانا قرو ايكول ويدوم لبتان اجيل اندوم توي اجيل ده شيء الاخر ده صحي. عشان ده قلت النار يدري يساعدنا في ريجوانا لكتشات، كان بارتنر فينانسي وبارتنر تكنيك هل يساعدنا في التنمية. اجانس انا اتازيني وديدين انا وقا يحد يمدع ايكول، واليوم جو قدموا لنا شيء اللي يقدر يسوه في ريجوهنا لك. ونشير بأن هذه اللفتة جاءت بعد 46 يوما من عملية انطلاقة الخطة الإقليمية بإقليم البحيرة. قدم صباح اليوم الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة أبا داودة حديثا صحفيا، تحدث حول الانطلاقة الرسمية لمضامين الجمهورية الرابعة. نتابع ما جاء في حديثه. عدد هي مجموعة جمعيات حقوق الإنسان والبيئة في تشاد، ونفس الوقت أننا عندنا الجماعة الانضموا معنا في مديريات برا. عندنا جمعنا نلوم في مندو هنا كمالا نرجو نجو شيك في نور نشور جمعنا القائلين بوين فوكو هنانا نجو نلوم في مونغو كل نشور 10 يوم في ده حوالي في مديريات بكان تيندا، يعني نقدر نلومه نحجو في يعني نظام الحصة جديد القطر الريبوبليك شعلته. ذكرت لكم نقوله مثل ال lutte contre la corruption، نشوف نظام الحصة شعلوا عليه ضد الرشوة وأكلين الدولة مال الدولة. في ده بس ده خدمة الحصة يعني شلنا ماشين فوقها. وما تنسوا لأن أنا دخلنا في التاريخ، التاريخ ده واجب أنا ما نقول فور التاريخ، كان التاريخ وصل يمكن أنا ذات واجب نأمبليكي ليش أن نجوبو بيار دو كونتريبيسيون أنا ليش أن بلنا يمشي في أمن وأمان. ضمن جولته التوعوية التي يقوم بها سلطان شاري باقرمي بن أجي ولي محمد لمختلفة القرى والمناطق التابعة للإقليم، وذلك من أجل إيصال رسالة رئيس الجمهورية لسكان تلك القرية، زميل الحسين النور يوسف تابع هذه الجولات وأعد لنا التقرير التالي. بحفاوة بالغة استقبل السلطان باقرمي بن عاجي ولي محمد بقرية برلي، وذلك في إطار جولاته التوعوية التي يقوم بها هذه الأيام بمختلف المدن والقرى بإقليم شاري باقرمي. فهذه المرة حمل السلطان 3 رسائل أساسية لأهالي قرية برلي. الأولى دعا فيها أهالي القرية إلى ضرورة الوحدة والتعايش السلمي. أما رسالته الثانية فحس من خلالها الشباب إلى ضرورة العمل وفق متطلبات السياسة الحالية للجمهورية الرابعة. دا الرئيس إدارة هذا منت الشباب كله بذلوا جهود، لأن قدام
شيء هننننغ دا مافي. أما الرسالة الثالثة والأخيرة للسلطان بن آجي ولي محمد فكانت للشيوخ التقليديين حيث دعاهم إلى تحمل المسؤولية. قانين الأورو دا أول استغلال خنا شيوخ التقليديين لأن السلاطين وشيب دكانتون وبلامات وشيوخ في جمهورية رابدة الرئيس أنتانا مكان لنا لا بطورنا ونقود جم بن جم لشعبنا عشان نبقوا رجال أنا عافي رجال أنا سلام رجال أنا تقدم دا ليكو أنتو كل جاتو كل إشي لمسؤولية. كل هذه الرسائل إذا ما طبقت سيكون لها صدى ملموس في جميع تلك القرى والمحافظات بإقليم شاربة قرمي، وهذا ما تسعى إليه السياسة الحالية للجمهورية الرابعة. قامت بعثة مشتركة من مكتب تنسيق الأعمال الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الفاو بزيارة إلى مدينة آتيا، وعقدت لقاءات مع المسؤولين المحليين للتباحث حول الوضع الغذائي في المدينة. تقرير محمد طاهر جبريل الحر. إن مكتب تنسيق الأعمال الإنسانية للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ينشطان بثمانية من أقاليم البلاد من أجل متابعة وتقييم الأوضاع الغذائية والإنسانية، وإن زيارة وفد مشترك من هاتين الهيئتين إلى مدينة آتيا حاضرة إقليم البطحة تدخل في إطار التنبؤات بالكوارث ذات الصلة بالأمن الغذائي. خلال هذا اللقاء الذي عقده الوفد مع أعضاء اللجنة الإقليمية للعمل المكونة من مندوبي الوزارات المختلفة ورؤساء الأقسام ذات الصلة بالتنمية الريفية، جرى الحديث حول كيفية تمكين الإدارة المحلية لإجراء المسوح وإعداد بنك المعلومات حول الوضع الغذائي كتنبؤ من أجل إطلاق الإنذارات المبكرة حال اقتضاء الأمر. كما تطرق المجتمعون إلى إنجازات اللجنة الإقليمية للعمل المنوط بها متابعة وتقييم كل المشاريع والبرامج الخدمية بالإقليم. الأمين العام لإقليم البطحة كودي دانيكي قال إن اللجنة الإقليمية للعمل بالبطحة كانت نشطة وقوية في الفترة ما بين 2016 إلى 2017، إلا أنها أصبحت إنجازاتها ضئيلة في العام 2018 نظرا لضعف الإمكانيات، أمر تعهد بمعالجته رئيس الوفد إدريس موسى الذي أوضح أن الأمم المتحدة عبر منظماتها المختلفة في البلاد تضع مسألة تحقيق الأمن الغذائي من أولوياتها. نظمت جامعة الملك فيصل صباح اليوم ندوة علمية نظمت من قبل قسم الجغرافيا بالجامعة بالتنسيق مع كلية الشارقة للعلوم التربوية تحت شعار أهمية الدراسة الميدانية في الجغرافيا. تقرير حسن جدا. تحت شعار أهمية الدراسة الميدانية في الجغرافيا، جاء تنظيم هذه الندوة العلمية من قبل كلية الشارقة للعلوم التربوية بجامعة الملك فيصل عبر قسم الجغرافية بالكلية. إنها ندوة علمية قسمت إلى ثلاث محاور، الأول منها دار حول دور الجغرافيا في تكوين المواطن الصالح، حيث شرع فيه الأستاذ أحمد آدم أحمد إلى مفهوم علم الجغرافيا، مشيرا إلى أنه العلم الذي يختص بدراسة الأرض، كما أجمع علماء هذا العلم الذي تعددت تعريفاته نظرا لقدمه كما قال المحاضر، وأضاف بأن الدراسة الميدانية تعد مصدرا لترابط الشخص مع المجتمع الذي يعيش فيه وفقا للتطور الفكري للمجتمعات البشرية. أما محورها الثاني فقد دار حول شعار الندوة نفسه، أشار فيه المحاضر إلى أن الجانب الميداني من الجغرافيا هو الأهم، واصفا نظام التدريس في الفصول بالنظام التقليدي. من أهداف أو أهمية الدراسة الميدانية إتاحت الفرصة أمام الطلاب لمشاهدة أقصى ما يمكن معاينته من ظاهرات جغرافية سواء كانت طبيعية وبشرية في بيئات جغرافية تختلف عن البيئة المحيطة بهم. المحور الأخير من الندوة قدمه الأستاذ سليمان إبراهيم أبكر، تمحور حول الفوائد المكتسبة من الدراسة الميدانية، حيث قال إنها تساعد على أخذ المعلومات من الطبيعة، كما تسهم في رفع مهارات وخبرات الطالب الجامعي، متناولا فيه ما تمخض من الدراسة الميدانية التي قام بها طلاب الكلية لمدينة بيتكين حاضرة مقاطعة أبو طيور بإقليم قيرا حول التركيبة السكانية للمدينة قبيل أسابيع من الآن. وقد اتضح من جميع محاور الندوة بأن الدراسة الميدانية يندرج الهدف الأساسي منها في ثلاث نقاط، وهي تدريب الطالب وإكسابه خبرات ميدانية تساعده في تكملة دراسته النظرية، إلى جانب تجميع المعلومات العلمية
عبر دراستها ميدانيا. التهنئة المقدمة لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو من قبل مكتب الجالية التشادية لدى دولة ليبيا. نهنئ فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو وكافة أفراد الشعب التشادي بإطلاق الجمهورية الرابعة، تلك المبادرة الفاعلة التي أفرزتها مخرجات الملتقى الوطني الشامل لإصلاح المؤسسات الدولة تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس. ونثمن ونقدر تدابيركم الحكيمة وسياستكم الرشيدة، ونشيد بجهودكم المبذولة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم للأمة التشادية. كما نشكر فخامتكم على تأيين السيد بشير تريبو عبود في منصب السكرتير الأول بسفارة جمهورية تشاد بطرابلس لدى دولة ليبيا، الرجل المناسب في المكان المناسب الذي يتميز بالخبرة الإدارية والحنكة السياسية والعلاقات البناء مع الجهات الرسمية التي من خلالها قدم خدمات جليلة للجالية التشادية طيلة فترة عمله بالسفارة لأكثر من 20 عاما. نتمنى لكم وله المزيد من التقدم والتوفيق والسداد. حرر في طرابلس بتاريخ 22 مايو 2018 توقيع رئيس مكتب الجالية التشادية لدى دولة ليبيا سيد عبد الكريم أحمد عبد الله. بقراءة هذه البرقية نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من القضية التشادية. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. دمتم في أمان الله.